لما بتقرأ الإنجيل رح تكتشف أنه يسوع منه مجرد نبي أو معلم. من دون يسوع ما حدا بيقدر يعيش حياته صح ولا يكملها صح ولا ينهيها صح. يسوع قال عن نفسه: أنا هو الماء الحي، وما في حدا غيره بيقدر يروي العطش الحقيقي اللي بحياتك. قال عن نفسه أنه هو خبز الحياة، يعني من دون يسوع لو شو ما عملت رح تبقى جوعان، جوعان للحب، جوعان للقيمة، جوعان للاحترام، جوعان للإحساس بأنك مقبول. قال عن نفسه أنه هو الطريق والحق والحياة، وما في حدا بيقدر يوصل للسماء إلا من خلاله. يسوع إجا على هالعالم حتى يكون كل اللي أنا وأنت بحاجة لإله، مش بس بهالحياة وبالحياة اللي جاي كمان. بيقول الإنجيل: من له الإبن فله الحياة، ومن ليس له ابن الله فليست له الحياة.